نحن البشر أحيانا يستحيل التواصل بيننا، ونبخل على بعضنا البعض بمعلومات ضرورية. دعونا ننظر إلى بعض الحشرات كيف تتواصل وكيف تتبادل المعلومات علنا نتعلم منها. عايزين نشوف الخنافس المضيئة عن قرب شوية. هي بتعيش في بيئة قاسية جدا، درجة الحرارة عالية، بتضطر ان هي تتغذى في الليل، فالنور بتعمل نور علشان تجذب الفرائس او عشان يكون في تزاوج ما بين الذكر والانثى، او علشان تنبه زمايلها ان في عادي او حد جاي يفترسها. الإضاءة دي بتكون تفاعل كيميائي داخل جسمها بيتم، وتتواصل بهذه الإضاءة، وبتكون الإضاءة دي ومضات على فترات محسوبة، بيبقى في تجمع معلوماتنا. بتعيش الخنافس المضيئة في تايلاند، بتعيش على أشجار المنجروف، اللي بيحصل تفاعل كيميائي داخل أجسام الخنافس بتضيء. الخنافس دي مش تبع الحشرات الطائرة، الخنافس بتضيء على فترات منتظمة. الخنافس لو وجدت مجموعة من الخنافس بتومض بنمط معين، بتتوقف عن نمطها وتتوافق مع المجموعة اللي هي شايفاها، والكل يظهر كأنه مجموعة واحدة. بتستخدم الخنافس الومضات في التحذير من وجود مفترس جاي ياكلها، أو لجذب الجنس الآخر سواء كان ذكر أو أنثى من أجل التكاثر. بتشاهد الخنافس مجموعات الخنافس الأخرى زي ما قلنا، وبتقلد في بيئة قاسية ذات حرارة مرتفعة جدا، فبتلجأ للنشاط والبحث عن الغذاء ليلا لكي ترى بعضها وسط الغابات الشاسعة والأشجار العالية المتشابكة اللي هي المنجروف، والتي قد تخفي ضوء القمر أو أي ضوء أو ضوء النجوم. طيب، هناك عدة أسباب بتستخدم فيها الضوء. أول سبب قلنا عليه إن هي بتنير الغابات الكثيفة المظلمة لترى ما حولها من الظلام الدامس. بتتعرف الخنافس على نفس النوع عن بعضها من خلال درجة الضوء، وهو متصل أو متقطع في شكل ومضاد. يعني إيه؟ إحنا خنافس زي بعض، هنومض نفس الومضات بنفس الشكل وبنفس الطريقة، كل دقيقة، كل دقيقتين، كل تلاتة، زي ما يكون لمبة كده بتقيد وبتطفي. بتستخدم هذا الضوء في جذب الفرائس من الحشرات الصغيرة واليرقات والقواقع وديدان الأرض، لأن النور بيجذب هذه الحشرات الصغيرة وتيجي عند الخنافس وتاكلها. موضوع جذب الجنس الآخر، بيستخدم هذا الضوء لجذب الإناث لعملية التزاوج، حيث لكل ذكر إشارة ضوئية معروفة لدى الإناث التابعة لنفس نوعه، ومجرد رؤية الإناث لهذه الإشارة الضوئية تعطي الإناث إشارة مماثلة للذكر، فينجذب إليها الذكر للتزاوج. ونجد بعض الإناث التي لا ترغب في التزاوج من الذكور تقوم بعدم الرد عليها بنفس الإشارة. عملية طلب للزواج وقبول أو رفض.